حضرات المستشارين، إن المتهم الماثل أمام عدالة المحكمة يعتبر نموذجا شاذا وسط شباب مجتمعنا، هو نموذج للانحراف، نبت غريب لا بد أن يتطهر المجتمع منه. إن جريمته النكراء وانحرافه ووسيلته البشعة في ارتكاب الجريمة واستغلاله للضحية لتدعونا جميعا ألا تأخذنا به شفقة ولا رحمة. إن عادل عزام شاب وفنان موسيقي، شبابه وموهبته كان كفيلين بأن يحقق له آمالا مرموقة في المستقبل، لكنه تعجل الثراء فاستغل شبابه للتأثير على الضحية المسكينة. إن شباب المتهم يجب ألا يؤثر في حكمنا عليه كما لم تؤثر كهولة الضحية عليه لحظة ارتكابه الجريمة. لم يكن لحاسته الفنية أدنى تأثير على نوازعه الإجرامية الأصيلة، فارتكب جريمته دون أن يتردد أو يهتز. إن جريمة 12 أكتوبر سنة 1970 التي راحت ضحيتها القتيلة فتحية عوض عبد الجليل على يد القاتل عادل عزام لتوضح لعدالة المحكمة بالدليل الكامل ثبوت أركان التعمد الجنائي وسبق الإصرار معنية السرقة المقرونة بالعنف، مما يدعونا إلى طلب توقيع أقصى العقوبة على المتهم، ألا وهي عقوبة الإعدام تطبيقا للمادة 230 من قانون العقوبات. حكمت المحكمة حضوريا بأحالة أوراق المتهم عادل عزام إلى فضيلة المفتي والنطق بالحكم لجلسة 25 مايو سنة 1971. وفعت الجلسة. كله تمام، اطلع.
جلسة النهاردة كانت مهببة، كله خد أحكام ومفيش حد خد براءة. عايز إيه؟ أنت مش عارف إني واخد حكم بالإعدام؟ عايز أبص على الدنيا لآخر مرة. ممنوع، محدش قال لك اقتل. بريء، والله أنا بريء. بقالي 15 سنة في الشغلة دي، عمري ما سمعت واحد متهم بيقول أنا مذنب، إلا كله بريء بريء. يا شويش خليه يبص بصة من أي خور. هو يعني هفك منك؟ ولا كلمة. أعوذ بالله. ولا يهمك يا ابن الناس. المحكوم عليه بالإعدام بيسألوه نفسك في إيه؟ يبقى أقول لهم نفسك فسح. مستحيل عادل ابن عمتي يكون قاتل، مستحيل يتشنق، انا متاكده انه بريء. دي اراده ربنا. امر اراده ربنا ما بتظلم بني ادم. عادل لا يمكن يكون قاتل. طول عمري عايش في وسط القضايا والتحيات، عمري ما خفت من قضيه الا من قضيه النهارده، مع انها عاديه جدا. كنت خايف المتهم يفلت منك؟ مش يفلت مني، انا كنت خايف لا يفلت من العداله. وطبعا كسبت الجوله. يا ترى الحكم ايه؟ اعدام. لا، مش ممكن يكون خد اعدام. ايه يا امان مالك؟ واحد قتل وخد اعدام. اشك ان يكون قتل. هذه كانت مشكلتي، الناس متعاطفه مع عادل عزام وبتحبه، خصوصا الشباب. معلش يا امان، انا عارفك رومانسيه زيد عن اللزوم. مش قادره اتصور ان فنان زيه ممكن يقتل. هو صحيح فنان وسيم، مش باين عليه ابدا ملامح الاجرام، لكن لو كنت شفت الست اللي قتلها والحاله اللي كانت عليها، كنت انت اللي قتلتيه قبل ما يوصل حبل المشنقه. وقتلها ليه؟ عشان يسرق فلوسها، يبقى شخص منحل. انت تعرفيه يا اماني؟ لا، لكن سمعت عنه، ومرة عزف عندنا في حفلة في الكلية. يا اخوانا حد يبلغ مديرية الامن، الخوف ليكون حد من المساجين هرب. يا اسطى مش نازل مصر؟ ايوه. طب ما تاخد معاك. اركب ورا. تشكر يا اسطى. العفو. إشارة عاجلة، هروب سجين محكوم عليه بالإعدام، الاسم عادل عزام، الرجاء إبلاغ السيد مدير الأمن. وقت
تمام يا بيه. ايوه فندم عادل عزام. ايوه فندم. الاوصاف بطلع. في مسجون هرب من دلوقتي ورايح لازم نفتش كل عربيه. المسجون اللي هرب ده لازم نقبض عليه في خلال ساعه او اتنين من دلوقتي. هو ملوش حته تانيه غير القاهره يقدر يهرب فيها. طمن يا فندم هنوصل له بسرعه جدا. احنا عارفين الاماكن اللي ممكن يلجأ اليها. ما هي دي المشكله. انت ناس انه موسيقار وله جمهور وناس كتير بتتعاطف وياه وممكن يخبوه. طمن يا فندم هنعمل كل جهدنا وقبل ما يطلع النهار هيكون مقبوض عليه. هروب سجين محكوم عليه بالاعدام. الاسم عادل عزام. الطول 182 سنتي. لون البشره قمحي. الشعر اشقر. حول. يا ترى مين؟ اقوم اشوف. عادل. حمدي يا صاحبي. سلوى بنت خالي. انا ما قتلتش صدقوني. مفيش وقت. مش ممكن استنى هنا اكتر من دقيقه او دقيقتين. سلوى هاتي الهدوم اللي عندك بسرعه. انت هربت يا عادل؟ ربنا هو اللي هربني عشان بريء. بعدين اقول لك على كل حاجه. محسنة اتأخرنا بسرعة شوية. طيب يا حازم. ماني ماني الله ماني لسه ما لبستيش؟ مش ناوي تيجي معانا السينما ولا ايه؟ معلش يا ابي روح انت هقعد اذاكر شوية. يا ترى ناوي تذاكر في ضوء القمر؟ ابدا. اصل اصلك ايه؟ في حاجة مضايقاكي؟ مفيش انا بس مستنيه تخرجي عشان اقعد اذاكر شويه. انت عارف الامتحانات قربت. اوعي تكون حكايه الواد عادل لسه مقصره فيكي وعشان كده متضايقه. اذا كنت حضرتك متضايق ابقى انا متضايقه. اماني بكره لما تخرجي وتشتغلي هتفهمي ان مهمه الانسان شيء وحياته شيء تاني. يمكن عادل ده بالنسبه لك يكون انسان بيواجه الموت، لكن بالنسبه لي انا قاتل مجرم لازم ياخد جزاء. المهم ضميري يكون مرتاح وانا ضميري مرتاح يا اماني. ولا انت ما عندك الثقه في ابيه؟ يلا يا حازم انا جاهزه. الله يعني ما لبستيش يا اماني. انت مش جايه معانا ولا ايه؟ لا يا اماني هتقعد تذاكر. يلا بينا احنا. باي باي يا حبيبتي. عاوز فلوس يا حمدي ويستحسن فك. هات يا سلوى. هتعمل ايه يا عادل؟ مش هرجع السجن تاني، واذا مت فلازم اموت بعيد عن حبل المشنقه لاني بريء. خد يا عادل. تشك عادل طمني رايح فين وهتعمل ايه؟ انا رايح مكان امين جدا. البوليس لا يمكن يخطر على باله ان اكون هناك، ومش هخرج من هناك الا وانا بريء. تاكسي تاكسي. مدينة المهندسين يا اسطى. فين في مدينة المهندسين؟ لما نوصل هناك هقول لك.
الخير. مساء النور. حازم بيه موجود؟ مين انت؟ انت تقدري تعتبريني مش غريب. انا صاحب حازم بيه. انا عادل عزام اللي سلمه الحبل المشنقه النهارده الصبح. مستحيل. من فضلك مفيش داعي للخوف، وبرضه مفيش داعي للشوشره. مش مصدق انك تكون هو. هربت؟ من فضلك انا هنا لوحدي. وما انت خايفه كده ليه؟ انا مش خايفه. انا بقى اللي خايف. مش خايف وبس، انا مرعوب كمان. انت ناسيه اني انسان مطارد؟ انت اسمك ايه؟ اماني. انت قريبه الاستاذ حازم؟ اخته. سبحان الله، اللي يشوف اخوك وهو بيترافع في المحكمه لا يمكن يتصور انه يكون له اخت رقيقه زيك. هو سعادته فين؟ ابي في السينما. في السينما؟ غريبه. الصبح يسلم بني ادم روح خلقها ربنا لحبل المشنقه، وبالليل يروح السينما. ومش بعيد يكون فيلم كوميدي. لو سمحت، وجودك هنا خطر عليا وعليك، ارجوك تقدر ظروفي. انسه، ارجوكي ما تخافيش مني. انا مش انسان شرير ومش ممكن اعمل حاجه وحشه. انا ممكن اسمعك مزيكا لو عاوزه. انت مش برضو بتحب المزيكا؟ عجبك الفيلم؟ عجبتني سعاد حسني، طعم قوي البنت دي. تحبي نروح على طول ولا نتمشى شوية بالعربية؟ نتمشى شوية، احنا نادر لما بنخرج، دي فرصة. خلاص يا ستي، وانا كمان نفسي اتمشى شوية. لكن قولي لي يا انسه، الاستاذ في السينما هو والمدام، وانت بقى سهرانه بتعملي ايه؟ كنت بذاكر. انت طالبه؟ فين؟ ثانوي ولا جامعه؟ كليه الاداب. عظيم. في قسم ايه؟ فلسفه. الفلسفه والقانون في بيت واحد. متهيألي ميعاد خروج السينما فات، الاستاذ اتاخر قوي. جايز الفيلم طويل. ما فيش عندكم شاي؟ عايز شاي؟ ايوه حاضر. بس من فضلك خليك عاقله زي ما انت عاقله كده، ما فيش داعي للشوشره، علشان ما تحصلش حاجه غلط. صدقني مش هعمل حاجة غير الشاي. مصدقك. وقعت غصب عني.
ده مسدس اخوكي. انا انسان محظوظ، شخص مطارد ومهدد، محتاج سلاح زي ده. ارجوك بلاش تهور، رجع المسدس ده مطرحه. انسه، رغم اننا في زمن كله تهور، لكن كده انا لا يمكن اتهور. الست اللي انت قتلتها وسرقت فلوسها تهور. انا لا قتلت ولا سرقت. هروبك من السجن تهور. انا ما هربتش من السجن، انا هربت من حبل المشنقه، من الموت، يعني عين العقل وبريء. والادله؟ عارف ان الادله كلها ضدي. اصلي كنت عند المرحومه قبل ما تتقتل. كنت عندها ليه؟ انا ناسي انك اخت وكيل نيابه ولازم تسالي، ما هي عدوى. ارجوك جاوبني، كنت عندها ليه؟ كانت صاحبتي. هي القتيله كان عندها كام سنه؟ حوالي 52 سنه، بس السن ما كانش باين عليها. كانت غنيه وعامله عمليه شد جلد وعايشه في طرف. عايز اعرف يعني ايه صاحبتك. ارجوكي ارجوكي بلاش احراج من فضلك. انا ما كنتش مصدقه زي كل الناس انك ممكن تقتل، لكن دلوقتي متاكده انك انت اللي قتلت. يا سلام، ليه وازاي؟ لما شاب زيك يصاحب واحده قد امه عشان تصرف عليه يبقى انسان خسيس، والانسان الخسيس ممكن يعمل اي حاجه حتى القتل كمان. انت كده قلبتيها جد قوي. ما هي جد من الاول. يا انسه، الحكم على الناس مش بالسهوله والبساطه اللي بتتكلمي بيها. انا معاك ان ده تصرف وحش، لكن لما واحده ست تصرف عليا احسن ما اقلب حرامي. يا انسه، انا متخرج من نفس الكليه اللي انت فيها سنه 64. لما تعينت كان مرتبي 17 جنيه، يعملوا ايه لشاب زيي؟ لازم ياكل ويلبس ويسكن ويتفسح. لو كل فول وطعميه طول الشهر ال 17 جنيه مش هيكفوا. اشرب الشاي. كان عندي امل اكسب من الفن، من المزيكا اللي بحبها، لكن يظهر ان الفنان الحقيقي ملوش فرصه. الفرصه للبكاشين والارعاجيه وشيرة للاعداد. اشرب الشاي. يا ريت تصدقي ان المرحومه اللي اتقتلت كانت بتسلفني فلوس مش اكتر. لازم ابلا وابيه، الزهر نزلوا ونسيوا المفتاح. طب افتحي ارجوكي من غير اي ازعاج او شوشره. ايه يا امان، انت كنت نايمه؟ لا اصل في ايه مرتبكه كده ليه؟ مالك يا اماني؟ كنت بذاكر في مكتبي ولا ايه؟ في واحد عايزك جوه مكتبك يا ابي. واحد؟ انت؟ ايوه. مين ده يا حازم؟ اهدي يا مدام، المسألة بسيطة وهتعرفي انا مين. قول لها انا مين. ده عادل عزام اللي اتحكم عليه بالاعدام النهاردة. انت بخير يا اماني؟ يا مدام، الست هانم لازم تعرفي اني بني ادم، بشر مش حيوان، يعني لازم تكون بخير. انت هربت ازاي؟ ربنا هو اللي هربني عشان بريء. عرفت بيت ازاي؟ خدت العنوان من دليل التليفون. وعايز مني ايه؟ في حساب لازم اصفيه معاك. ابيه انت مالكش حساب معايا، ولازم تسلم نفسك للبوليس عشان مصلحتك. اسلم نفسي للبوليس؟ مصلحتي فين لما اسلم نفسي؟ هناك الموت يا حضرة رئيس النيابة. مدام، احنا لغاية دلوقتي ظرف مع بعض وانا مش ناوي على شر، فبلاش حد يدفعني ليه. انا واخد حكم بالاعدام وهموت مره واحده حتى لو قتلتكم كلكم. فارجوكي محسنه، خليكي مكانك وخلي اعصابك هاديه. فهمني يا ابني، انت عايز مني ايه بالظبط؟
عاوز اقول لك انك مش اكتر من خطيب ممتاز. خطبت خطبة حلوة قدام هيئة المحكمة وقتلتني بيها وانا بريء. الادلة، العدالة عايزة ادلة. عمر العدالة ما تتحقق الا بادلة وبراهين، وانت الادلة كلها ضدك. بريء بريء، ما عندكش دليل واحد على انك بريء. عندي الدليل وانت مش عاوز تصدقه، قلته في المحكمة، انت حولته لدليل ضدي وهو حقيقي. عشان دليل اهبل. بتقول انك لحظة وقوع الجريمة كنت مع واحدة ست ما تعرفش هي مين، وفي بيتنا انتش عارف هو فين. دي الحقيقة ولازم تصدقني. انا خرجت من عند الأكيلة الساعة 10 بالليل ورحت الكباريه اللي بشتغل فيه. راكب عربيتك فين يا دوريا هاني؟ لقدام شويه. طب نستنى نمشي ورا بعض؟ لا الحكايه مش مستاهله. مع السلامه. مع السلامه. ما انت عارف انا بحب اسوق على مهلي. طب تصبح على خير. اروار. شيء ظريف. لكن كله حلو بصراحة. تصبح على خير. تصبح على خير. تصبح على خير. سلام. باي. أنا؟ أيوه. أي خدمة؟ أنت مش نازل البلد؟ أيوه. خلاص أوصلك. أكون شاكر فضل. مستني إيه؟ ما تركب. أوي. هو حضرتك فنانة؟ مش باين عليك. قصدك لو كنت فنانة كنت عرفتك. على فكرة انت كنت هايل وانت بتعزف الليل. هو حضرتك شفتيني؟ ايوه. انت ما خدتش بالك مني ولا ايه؟ في الحقيقة لا. هو حضرتك كنت سهرانة لوحدك؟ لوحدي ومش لوحدي. اصل الست لما يكون جوزها مشغول او متجوز واحدة تانية تفتكر تعمل ايه لما تحب تسهر؟ في حالة زي دي يبقى صح انها تسهر لوحدها. هو حضرتك متجوزة؟ ايوه. وحضرته مشغول ولا متجوز واحدة تانية؟ الاتنين. برضو صح. اسم حضرتك ايه؟ مش مهم. يبقى كله صح. تعال. حاضر. ايه رأيك؟ حلو قوي قوي. عن اذنك ثانية واحدة. اتفضل. يا خبر. ادي الناس اللي عايشة، لكن احنا غلابة ولاد كلب كمان. بس
على البلد يا اسطى. شيراتون. بعد اذنك امون. ما هو لازم تمون طبعا. امال هتمشي العربيه على لحم بطنها؟ انا خرجت من عند الست دي حوالي الساعه 6 الصبح. تقرير الطبيب الشرعي قال ان المرحومه اتقتلت الساعه 3:30 الصبح، يعني وانا في عز المعمعه. كفايه، انت شخص منحل، مش شايف ان في مدام وانسه قدامك؟ مش منحل، دي حياتي. كلام فارغ. مين الست دي؟ اسمها مجهول وعنوانها مجهول. عنوانها مش مجهول. انا صحيح مش عارف اسم الشارع ولا في اي منطقه في مصر الجديده، لكن ممكن اقلب مصر الجديده الشارع شارع لغايه لما اقطع على الفيلا. طب سلم نفسك وانا خليك تدور على مكان الست المجهوله دي. انا مش هسلم نفسي. اسمع يا حضره رئيس النيابه، انت بتقول الادله، انا بقدم لك دليل قاطع على اني بريء. مش عاوز تساعدني ليه؟ اي تصرف ليا معاك يبقى غير قانوني والعداله. انت مش تهمك العداله؟ مش تهمك بصفتك انسان؟ ابي. ايوه يا امان. ايه المانع انك تسيبه يدور على الفيلا اللي بيقول عليها؟ انا مش ماسك فيه. يخرج يدور. اخرج ادور؟ دي نقطه يا حط رئيس النيابه، كل عسكري وظابط وامين شرطه في مصر كلها بيدور عليا. انا مش هخرج خطوه واحده لو انت معايا. افرض معرفتش توصل للفيلا، يبقى هسلم نفسي وضميري مستريح. افرض وصلنا للفيلا والست اللي انت تقول عليها دي انكرت، في حاله زي دي برضه هسلم نفسي. مش جايز تكون الست دي منحله زيك، مستعده تشهد عشان تطلع انت براءه؟ مش بعيد انك تعرفها وتكون صاحبتك. ابي. يا حضره رئيس النيابه، فين ذكائك؟ لو عاوزه تطلعني براءه، ايه اللي كان هيخليها تستنى لغايه لما يتحكم عليا؟ ما كانت شهدت من اول جلسه وكان زماني بره. صدقني الست دي لا تعرفني ولا اعرفها، وزي ما حكيت لك. ابي حازم. طيب مفيش مانع من المحاوله. انا ميت ميت، والامل الوحيد اني استرد حياتي هو ثقتي فيك وفي العداله اللي انت مرجلتها. مسدسك اهو. وانا اهو قدامك اعزل، يعني تحت رحمتك، وقلت الحقيقه. يلا بينا. حازم مستحيل تعمل كده، دي مسؤوليه كبيره عليك. انا متحمل مسؤوليه كل اللي هيحصل. انا اللي يهمني تحقيق العداله، ما اقدرش اتحمل مسؤوليه ظلم بريء، لا في الدنيا ولا في الاخره. يلا. علامه في الشارع؟ على نصيته محطه بنزين. محطات البنزين ما هي كتير، بس انا مش ممكن اتوه عن المحطه دي. يبقى ندور. هي دي؟ لا مش هي. يبقى ندور تاني. انا اسف يا حازم بيه، انا لسه ما يئستش. هي دي المحطة حازم بيه، والشارع من هنا. اوعى تكون غلطان، مش عاوزين نورط نفسنا. انا ناقص يا حازم بيه، بس هي دي الفيلا. متأكد؟ الا متأكد. ده انا هقول لك جوه منها ايه. اول ما تدخل هتلاقي صالون في المدخل لونه زيتي، وعلى اليمين في بار صغير، وفي الجنينة من ورا حمام سباحة. كويس. وقت النوم. كفاية كفاية، الساعة دلوقتي 2:30 الصباح، لكن لازم نغامر، ننزل شوفها. أنا؟ أيوة، اعتبارك عارف عارفاك. حاضر.
حصل ايه؟ مفيش حد جوه. وبعدين؟ مش عارف. الظاهر ان كلامي كان في محله. ودي لعبه منك. صدقني يا استاذ حازم مش لعبه. انا بقول الحقيقه. طب ايه؟ دي العربيه بتاعتها. اتصرف معاها عادي جدا. انا هستخبى هنا. مساء الخير يا مدام. مين انت؟ ايوه الحمد لله انك لسه فاكراني. عاوز حاجه؟ الله انت مش عارفه اللي حصل لي ولا ايه؟ قريت في الجرايد انك قتلت واحده ست ونتقبض عليك من مده. ايوه والنهارده اتحكم عليا بالاعدام وهربت. وانا عامل لك ايه؟ هتعملي كتير يا ست هانم. ليلة الست دي ما اتقتلت انا كنت معاكي هنا وده معناه اني بريء. وعاوز مني ايه دلوقتي؟ تشهدي بالحقيقه. حقيقه ايه؟ عاوزني اقول انك كنت بقيت عندي عشان تطلع انت براءه وتفضح انا؟ انت عبيط ولا ايه؟ انت احسن لك تمشي دلوقتي حالا والا والا ايه؟ يا هانم تطلع مين انت كمان؟ اقول لسيادتك بس الافضل ان احنا نتكلم جوه. مش هتنام يا اماني؟ انام ازاي قبل ما اطمن على ابي؟ يعني كنا ناقصين عادل ده كمان؟ انا حاسه انه بريء وحرام ان بريء يتظلم. اماني اماني انا كنت عايزه اطمن اتصرف معاك ازاي واحنا بره؟ يعني هيكون اتصرف ازاي؟ والله يا ابله كان في منتهى الادب والذوق. يعني حضرتك رئيس نيابة وتفتكر يا حضرة رئيس النيابة ان تصرفك ده قانوني؟ يا هانم انا تهمني الحقيقة. انا جاي عشان معرفوش ولا عمري شفته. معرفوش؟ مدام افتكري انت بتنسي ولا ايه؟ ده انت كنت فايقة ومسكرانة لما قلتيلي تعالى ده البيت بيتك لما طلعنا فوق فوق. معرفوش؟ ما تعرفنيش ازاي؟ هو احنا قابلنا بعض في اتوبيس 500؟ انا وانت اتقابلنا على سرير. يعني لازم تكوني عارفاني زي ما انا عارفك. انا مستعد اوصفها لك من جوه. هي ذات نفسها من جوه شكلها ايه؟ اخرس عادل. عادل معذور يا هانم دي حياته. ايوه اعرفه وكان معايا في نفس الليله اللي الست اتقتلت فيها. سمعت يا حازم بيه؟ طب ليه ما تقدمتيش للشهاده عشان تقولي الحقيقه؟ اديني قلتها اهو. قلتيها متاخره. المطلوب منك تشهدي بكده قدام المحكمة. ايه؟ انت اكيد مجنون. محكمة ايه اللي اشهد قدامها؟ انت مش عارف انا مين ومرات مين؟ ده مش مهم في نظر القانون. انا درية خطاب. درية خطاب مرات طلعت مرجان. سمعتي وسمعة جوزي طلعت مرجان. اظن تعرف مين هو طلعت مرجان. اعرف يا مدام اعرف كمان دي حياه بني ادم. انا قلت انه كان عندي وانت بقى تقدر تتصرف. انت مش رئيس نيابه؟ دي مسائل قانونيه يا مدام. قانونيه مش قانونيه. اتفضل انت وهو بره. قبل ما ارفع سماعه التليفون وساعتها حاجات كتير قوي هتتغير. كده يلا بينا يا عادل. حازم بيه دي طلعت مرات طلعت مرجان. ده من سوء حظك. اركب. هتعمل ايه؟ حياتك بقت مسؤوله منك والعداله ملهاش كبير. الحق حق.
هنعمل ايه يا حازم بيه؟ قدامك هنا في الدرج بلوكنوت وشنطة فيها ظروف، عايزك تكتب لي جواب فيه اعتراف كامل باللي حصل وبالدليل الجديد، واكتب كمان انك خفت تعترف في التحقيق انك كنت مع درية عشان هي مرات طلعت مرجان. ليه؟ ما اخبيش عليك، انا كنت ناوي اسلمك للبوليس، لكن دلوقتي الوضع اتغير. طول ما انت بره هو ده اللي هيخلي درية تعترف. مش فاهم. بعدين هتفهم. جوابك ده هو اللي هيخليني اقدر احرك القضية من جديد. اكتب. على فين؟ مفروض العربية خسرت وانا نازل اصلحها. اكتب بسرعة. حازم هيسلمه للبوليس؟ مش عارفة. انت قلقانة؟ يعني انا خايفة على حازم. ابي طول عمره بيعرف يتصرف، لكن الولد ده قتل قتلة. ما كانش يسلم المسدس لابيه. انا حسيت انه ما بيكذبش، اتهيألي فعلا انه بريء. الجواب وجودك عندي خطر عليك وعليا. يعني ايه؟ جايز حد بلغ انك جيت لي. حد زي مين؟ زي درية مثلا، وجايز قوي طلعت مرجان يكون خد خبر. تفتكر انها؟ اظن احنا لازم نفكر في كل الاحتمالات. انت لله دي حداد في دواسة العربية، انا بسيبها قدام البيت وبغطيها بغطاء قماش، هتفضل فيها لحد الصبح، لحد ما تصرف ولاقي لك مكان تروح فيه. امرك يا حازم بيه. انا صدقتك يا عادل، وانا وعدك واحلف على المصحف ده اللي هطلب منك ان احتفظ بيه معايا. ليه؟ انا اكتر واحد محتاج له وهحافظ عليه زي ما هحافظ على وعدي ليك. سلمته للبوليس؟ لا. يعني الولد طلع كلامه مظبوط. يعني يعني بريء. طب هو فين؟ يا سوء حظك يا عادل يا عزام، مش ناوي قدامك مرات طلعت مرجان وراك. يا رب يا رب انا قلت كتير، بس انت عارف اني بريء بريء بريء. يعني تأكدت انه بريء؟ ايوه، بس في كارثة، مصيبة ما يعلم بيها الا ربنا. ايه هي؟ الست اللي كان بايت عندها تبقى مرات طلعت مرجان. طلعت مرجان؟ ايوه. واعترفت؟ اعترفت، بس انا عارف اعترفت ليه. أكيد كان دم تقيل على قلبها وكانت عايزة تخلص مني عشان تروح تنام. اعترفت عشان مش همامها حاجة وحاسة إنها أكبر من القانون. طب هدي نفسك. أهدي نفسي إزاي وهي مش عايزة تشهد؟ أخايف على سمعتها. الولد ده لو مات هكون أنا القاتل. تفوت هنا بكرة الساعة 9. أمر سعادتك. أنت لسه صاحية؟ يبقى لازم كنت سهرانة بر. أيوة. في حاجة يا دوري؟ لا مفيش. بيتهيألي ان في حاجة حصلت وطبعا هتقولي لي عليه. زي ايه؟ مفيش حاجة.
انا بس اصلي اعصابي تعبانه شويه. انت كنت في المكتب لحد دلوقتي؟ ايوه شغل كتير، قلت ارحم نفسي شويه. الليله حبت هنا، حاسس اني عايز افضل جنبك. مش عادتك، عمرك ما بيت بره بيتك، وده برضو بيتي يا دريه، قصدي مراتك واولادك. مش تبطلي بقى الحكايه دي. تحت امرك يا طلعت بيه. صباح الخير يا اماني. صباح الخير يا ابلة. في حاجه في الجورنال؟ استر يا رب. ابي صحي؟ اخوكي ما نمش طول الليل وقام من نجمه يسالني على مفتاح البيت الكبير. صباح الخير. صباح الخير. كويس انك جاهزه عشان تنزلي معايا اوصلك الجامعه. هو حضرتك رايح البيت الكبير؟ ايوه، اصل من يوم المرحومه ما ماتت ما حدش بيطل عليه. يلا بينا. يلا. الله، مش هتفطروا؟ انزل في الدواسة. البيت زمانه مترب، محدش دخله من يوم مرحومه ما توفت. كهربا كمان مقطوعه. اماني تاخدي عادل معاكي جوه، وانت تستنى هنا في الفيلا، واماني هتشتري لك كل طلباتك، وهتبقى وسيله اتصال بيني وبينك. لو اتغيرت الظروف هبقول لك تسيب البيت. انا مش عارف اشكركم ازاي. يلا انزلوا بسرعه. اماني، انا ثقتي باخت كبيره قوي، محدش يعرف الحكايه دي الا انتي. حتى محسنه ما تعرفش مكانه، مش عايز حد يحس بحركه في البيت. تخلصي مأموريتك وتروحي كليتك على طول، المهم تصرفاتك تكون طبيعيه. اطمني ابي. لازم امشي قبل ما حد يلاحظ حاجه. اشوفك على الغدا. طلعت بيه مش فاضي الحاجات الهايفة دي. صباح الخير. صباح النور. حازم المغربي رئيس نيابة. اي خدمة؟ عاوز اقابل طلعت بيه. افتكر مفيش موعد سابق. لا مفيش، بس موضوع مهم شوية. تقدر سيادتك تقولي عليه وبعد كده ممكن اتصل بسيادتك، لان الحقيقة طلعت بيه مشغول جدا. هو في الحقيقة موضوع سري جدا. يا للدرجه دي؟ تقدر تعتبرها مساله خاصه، خاصه بطلعت بيه. أنا سمعت عنك وأعرف إنك راجل نيابة ممتاز. اتفضل. متشكر يا فندم. خير؟ أنا جاي لسيادتك في مسألة خطيرة جدا. مفيش حاجة خطيرة أبدا. كلمة خطيرة إحنا بنستعملها كتير ومن غير لزوم. لكن أنا شايف إنها خطيرة. أكيد عند سيادتك فكرة عن عادل عزام. ايوه، الولد بتاع المزيكا اللي اتحكم عليه بالاعدام وهرب. ايوه هو. خايف على حياتك منه؟
مو انت اللي بمهارتك وشدتك وصلته للاعدام، كان ممكن ياخد سجن بس. انا مش خايف منه عشان قابلته. قابلته وقدم لي الدليل على انه بريء. قابلته وقدم الدليل على انه بريء. طب وجاي لنا ليه؟ الدليل ده طلعت بيه انت طرف فيه. انا متهم ساعة وقوع جريمة كان موجود في فيلا شهرزاد في مصر الجديدة. وبعدين وقضى ليلة سهران مع دورية هانم. والهانم اعترفت بكده. انت شفتها امتى؟ امبارح بالليل. انت ازاي تدخل بيتي وانت عارف؟ مش عارف انه بيت سيادتك. المتهم نفسه ما كانش يعرف. وايه المطلوب دلوقتي؟ مطلوب شهاده المدام قدام المحكمه قبل ما اتخذ اي اجراء. لقيت من الافضل اشوف سيادتك. طيب اتفضل انت دلوقتي وانا هبقى اتصل بيك. امرك. فيلا شهرزاد. دورية، انا جاي دورية النهارده على الغدا. حازم المغربي رئيس النيابة، مراقبة كاملة، عايز اعرف عنه كل حاجة. معلش البيت مطرب، بقالنا مدة ما جيناش هنا من يوم المرحومة ماما. ما ارحم من الزنزانة. كنت عايشة هنا انا والمرحومة بس، لما ماتت قعدت مع ابي ومراته. وبابا مات قبل ما اتولد. انا كمان زيك، لكن امي ماتت وانا في السجن من كام شهر. حتى الجنازة ما حضرتهاش. بقية في حياتك. يعني ايه؟ اصل في كلام كتير ما بقاش له معنى عندي، زي البقية في حياتك دي. حتى كلمة حياة يمكن يكون معناها غريب بالنسبة لواحد محكوم عليه بالموت. انت مش بتقول انك بريء؟ كلامي انا ملوش اي اهمية. تأكد ان ابي مدام مقتنع ببراءتك، لازم هيساعدك. اخوك صعبان عليا، اخوك بيواجه اعصار يا انسة، موج عالي عالي قوي. عادل انا مضطرة اسيبك دلوقتي. عايز حاجة؟ خدمة. مش عارف تقدر تعملها لي ولا لا. يمكن. عايز هدوم. انا حوصف لك بيت بنت خالي، تروح لها وتجيبي لي هدوم نظيفة. يمكن لما البس واتنظف احس اني بره السجن. دورية. دورية. حالا الغدا هيكون جاهز. دورية. صحيح الحكاية دي؟ حكاية ايه؟ حكاية الواد بتاع المزيكا. دورية ردي عليا. انت دايما بتعرف كل حاجة يا طلعت بيه. يعني صحيح؟ ايوه صحيح. خينا حقيرة قاتلة هنا في بيتي وعلى سريري. ايوه بس ده مش بيتك وعمره ما كان سريرك، وانت عارف كده كويس.
ولا اشمعنى دي اللي ما انتش عارفها يا طلعت بيه؟ انا اللي في السماء، في سابع السماء، واحده زيك تخلي سمعتي في الارض في الطين. انت فاكرني ايه؟ انا بني ادمه، انسانه زي زيك، زي كل ست في الدنيا، لازم اعيش حياتي. انت كنت جايبني لعب عشان تتسلى بيها، لكن يا حسره لا انت عارف تلعب ولا حتى عارف تتسلى. دريه سيبني سيبني يا شيخ، انا لازم اعيش حياتي. انت اشتريتني بنفوسك، جبتني هنا بالخوف وبالرعب، بتسيبني بالشهر وبالاثنين وبالتلاتة، كل حاجه بتعرفها الا اني انسانه ليا حياه وليا حقوق. دلوقتي جس جاي بتسالني يا طلعت بيه. دريه أمر يا طلعت بيه، الجارية تحت أمرك. اسمعي يا دوليه، انت ما قابلتيش حد وما قلتيش حاجة خالص، ولا تعرفي الولد ده ولا عمرك شفتيه. فاهمة يا دوليه؟ فاهمة يا دوليه ممكن تستناني 3 دقايق يا اسطى؟ ان كان 3 دقايق ممكن. اتفضل. دورك كام؟ تالت لو سمحت. لا ادخل، انا جايه من طرف عادل. حلوان يا اسطى. شارع يمين يا اسطى. أماني اتأخرت قوي. انت مش وصلتها جامعة؟ يمكن لسه عندها محاضرات. انا مش شايفه داعي للقلق ده يا حازم، ده انت من الصبح ما حطيتش لقمه في بقك. ماليش نفس. سيادتك مطلوب. مطلوب فين؟ عند طلعت بيه مرجان، وفي عربيه في انتظارك. شايفه لسه واقفين. انتي غلطتي غلطه كبيره انك روحتي لقريبته. هاله انتي حلفتيلي انك هتحفظي السر. عيب يا اماني، احنا متربيين سوا ولاد حته واحده. طب انا ليا خدمه عندك. الهدوم دي
توديها انت لعادل في الفيلا بتاعتنا، وادي المفتاح، وطمنيه، وانا هاخد كام بلوزه من بتوعك وحطهم في لفه زي دي. عندك مانع؟ لا، بس انت هتعملي ايه؟ هروح، انا خايف عليك يا اماني. ربنا يستر. خدي بالك يا حبيبتي، ما تخافيش. كل الكلام اللي وصلني عنك كان بيؤكد انك رجل نيابة ممتاز، لكن الظاهر بقى ان دي ما هي شغلتك يا حازم بيه. تحرياتك المرة دي طلعت فشوش. اقعد، انا لسه ما خلصتش كلامي. ارجوك ارجوك استريح. انا برضو متحمس للعدالة زيك، حتى لو كان الموضوع يخصني انا. الحكاية دي خدت مني وقت ومجهود، مجهود كبير، لكن المدام ما عندهاش فكرة عن موضوع الولد ده خالص. طبعا لما تبقى معلوماتها غلط فده بيسبب للناس مشاكل وحرج ويضايقهم، ولا ايه يا حازم بيه؟ يا فندم انا مش عايز كلام كتير. درية ما تهمنيش في اي حاجة اذا كان فعلا اخطأت. درية بالنسبة لي جارية، وطبعا انت عارف ان كل راجل له حياته الخاصة وله نزواته حتى لو كان طلعت مرجان، لكن درية بريئة. وانا معرفش انت ازاي اختلقت الحكاية دي، او على الاقل صدقت كلام ولد مجرم هربان. يا فندم الولد بيؤكد ان بيؤكد يعني انت بتقابله يا حازم بيه؟ وقابلنا المدام يا طلعت بيه. المدام ما تعرفش حاجة، وحتى لو كانت تعرف فهي برضو ما تعرفش حاجة، وانت بتاع خنون وعارف. انسى بقى الحكاية دي. سيادتك شايف كده يا فندم؟ كان المفروض يكون لي تصرف تاني معاك يا حازم، لكن انا طيب، طيب قوي. انت عارف ان كل ده هيحصل. يا ريت على قد كده وبس. يحصل اللي يحصل، ابتدى السكه لازم يمشيها كلها. انا طول عمر راجل تهمه العداله، يانا يا هما. حازم المغرب يا فندم. طلعت بيه، انا بيتي بيتفتش وده اجراء غير قانوني. طلعت بيه، انا ممكن اعمل فضيحه بحقي وحقيقي. انا ممكن اتصل باعلى السلطات دلوقتي حالا. لا لا، ازاي؟ لازم مش تبعي. اديني حد منهم لو سمحت. كلم. اتفضل يا فندم. يلا. ولا حاجة، كل شيء وله نهاية. قوليلي، الولد في أمان؟ أيوه. وأنتي؟ الحمد لله كويس. خير يا فندم. خير يا إسماعيل. أنا قابلت سعادة النائب العام. والنتيجة يا فندم؟ اعمل استدعاء للسيدة درية خطاب للشهادة بناء على جواب عادل عزام اللي بيرشد فيه إليها. هي هيقعد في القضية. أنا عايزها النهاردة دلوقتي لو أمكن. حالا يا فندم. مع السلامة.
ضابط بوليس على الباب. افندم عاوز ايه؟ امر النيابه يا فندم باستدعاء السيده ضريه خطاب للشهاده امام السيد حازم المغربي رئيس النيابه. بقى كده؟ طيب بلغ حازم المغربي ان المدام سافرت اوروبا ومش موجوده. اتفضل. المدام موجوده يا فندم. المدام موجوده لكن انا بقول سافرت تبقى سافرت ولا ايه؟ اتفضل يا حضر الضابط. هتفضلي تلفي بعجلتك قدام الفيلا وانا هدخل لعادل، لو حسيتي باي حاجه ساعتين من المنفاخ ده عشان تنبهينا. اتكلي على الله. كله على الله. انسه اماني. اماني من غير انسه. انت فين؟ ما تصوريش كنت قلقانه قد ايه. الآن على ايه؟ على كل حاجة، على حازم بيه، على القضية، عليك. سيادتك مدام دوريه خطاب، هو الاسم مش مكتوب في الباسبور ولا ايه؟ تسمحي تفضلي في المكتب؟ يعني ايه؟ ارجوك يا فندم اتفضلي. ايه اللي انت عملته ده؟ حفرت قبرك بايدك، ازاي تعمل كده؟ اللي انا عملته ده اجراء قانوني، يعني في تطور جديد في القضيه. ايه هو؟ جواب بعت المتهم الهربان للنيابة، بيقول فيه انه ما ذكرش اسم الشهادة لانه كان خايف منها ومن سيادتك كمان. كلام فارغ. ايه يعني جواب؟ مهمة النيابة حماية كل الناس، مفروض ان اتأكد من صحة كل حاجة مهما كانت. بس المدام سافرت. نستدعيها يا طلعت بيه، هي مش مواطنة مصرية برضو؟ انت منعتها من السفر؟ برضو اجراء قانوني كده. طيب يهمني قوي انك تعرف يا سعادة رئيس النيابة اني بخدم القانون والاجراءات القانونية. المقابلة انتهت يا حازم بيه. حلوان كده. عال عال، دي اخبار هتبسط طلعت بيه قوي. لا مفيش داعي لاي اجراء لغايه ما نعرف راي طلعت بيه. طبعا هروب الولد ده اصبح مشكله كبيره بالنسبه لكم. لا مشكله ولا حاجه، احنا قدامنا اكتر من خيط بنتتبعه وكلها يومين ثلاثه بالكتير ويقع. مشكلة الولد الهربان مش هي المشكلة المهمة. الولد أنا أقدر أعرف مكانه، ولو عايز يتقبض عليه فده ممكن وفي دقايق. تبقى خدمة كبيرة يا فندم. لكن إيه المشكلة اللي شايف سيادتك إنها أهم؟ المشكلة إن الولد الهربان بريء، ومعنى إنه بريء
يعني القاتل الحقيقي البوليس ما عرفش يوصله. بريء ازاي يا فندم؟ دي المحكمة أدانته. معلوماتي أنا إنه بريء، يبقى بريء. بس يا ترى تقدر باعتبارك من أكفأ رجال البوليس تلاقي القاتل الحقيقي؟ سيادتك عارف إن الجريمة حصلت من مدة طويلة، وجايز البحث عن القاتل الجديد ياخد وقت. إذا كان رجالتك مش عارفين يلاقوا القاتل الحقيقي، رجالتي أنا يلاقوه في دقايق. يا فندم المقابلة انتهت. أول مرة جيت هنا قلتلك إن في حاجات كتيرة في حياتي ما بقالهاش معنى، لكن دلوقتي في حاجات حصلت عمري ما كان ليها معنى في حياتي قبل كده. زي إيه؟ زي حب الناس، السجن من الزنزانة، السجن إن الإنسان يعيش من غير ناس تحبه وتصدقه. أنا سعيدة اللي بسمعك بتتكلم كده. وأنا مش عارف إذا كنت سعيد ولا تعيس. خلي عندك أمل. في إيه؟ في بكرة. بكرة أكيد أحسن من النهاردة. بكرة؟ بكرة دي كلمة كبيرة قوي الواحد زيي. بكرة يعني يوم جديد في حياة جايز تنتهي في لحظة. بكرة يعني الشمس اللي انحرمت إن أشوفها. بكرة يعني المزيكا اللي بحبها. بكرة يعني عن الحب اللي عمري ما حسيت بيه. دي هي دورية خطاب مرة طلعت مرجان، يبقى انكشفنا. هتعمل ايه؟ قبليها انت وانا ههرب. انا درست البيت وعارف هخرج ازاي. هتروح فين وازاي هنعرف مكانك؟ تأكدي اني هشوفك تاني، وبلغي حازم بيه ان وعدي له زي ما هو. هو فين؟ هو مين؟ عادل عزام. مين عادل عزام؟ المنوزل الزهر ما تعرفنيش، بس انا بقى اقدر اقولك انت مين، ولا ما تحبيش نتعرف؟ تحت امرك، احب اتعرف قوي. ولا اقولك مفيش داعي، لو ما كانش هرب تاني يبقى له دورية خطاب جاية تساعدك، واذا كان هرب يبقى يا حرام، خسارة كبيرة كبيرة قوي. عن اذنك يا منوزل. ممكن تقفي علشان نتكلم براحتنا؟ خير يا دورية هانم؟ طلعت عارف كل حاجة، وكان عارف انت فين، وكان ممكن يتقبض عليك. وبعدين؟ انا كنت جاية لك علشان قصدك بعتك ليا. طلعت هيساعدك على الخروج برا مصر. والتمن؟ تسكت بعد ما اتكلمت؟ واللي كلمته كمان يسكت. يعني ايه؟ انت في نظر القانون قاتل، يعني المسألة ما تفرقش. واحنا الاتنين رقبتنا في ايد حازم المغربي. احنا الاتنين لا، انا بس اللي رقبتي في ايد عشماوي. يعني بترفض ان اقتل حازم المغربي، مش كده؟ المسألة عاوزة تفكير يا مدام، وكمان عاوزة ضمانات. دي لعبة كبيرة. انا عناية ليك أكبر. صح، أنا هنزل هنا، ولما تمشي ما تبصيش وراكي، وتأكدي إني هشوفك قريب ومعايا الرد. خير يا أمان؟ ما قدرتش أرجع لوحدي، وكمان ما قدرتش افهمك كل حاجه في التليفون. ارجوك اطلع بسرعه يا ابي.
عادل هرب. هو ده اللي انا خايفه منه. المشكله ازاي هنلاقيه تاني وهو مش جاهز يحصل له حاجه؟ اللي حصل ده معناه ان طلعت عارف من زمان ان انا مخبيه، بدليل ان دريه جات له وقطع عن طلعت بعتها. تقصد ايه؟ طب ليه ما مسكش عادل؟ ليه سابه؟ ليه بعت له دريه؟ بيفكر في ايه بالظبط طلعت مرجان؟ زمان حازم المغربي بيسال نفسه اسئله كتير، هيفضل يسال. انا اللي بسالك، ليه ما مسكتوش؟ انت متاكد انه هيرفض العرض اللي انت عرضته عليه مش كده؟ جايز. والنتيجه الاول كنا نعرف طريقه، دلوقتي لا. ولا حازم المغربي كمان هيعرف طريقه، يعني الكرت طار من ايد حازم. ومن ايدك يا طلعت بيه. بالعكس، انا ايدي طوله في اي مكان طول ما هو بعيد عن حازم المغربي. طلعت بيحاول يجردني من اسلحتي، بس هو ناسي اعتراف عادل المكتوب، وناسي دريه كمان. سكت لي يا ابي. ها؟ اطمني يا دريه، انا رايح المكتب. طب وعادل؟ ما قلتلي خلاص، خلصنا بقى من عادل. وحازم المغربي؟ يفضل حازم، الدور عليه. وانا يا طلعت؟ صحيح. وانت يا دريه؟ الحمد لله الاجهزه بتاعتنا اتحركت بسرعه لحد ما اضطرت القاتل الحقيقي انه يجي لنا ويسلم نفسه. هو ده؟ ايوه، واعترف. ده جهد مشكور يا فندم، وتقدر سيادتك تتفضل دلوقتي. تمنياتي بالتوفيق، ويا ريت الاجراءات تخلص بسرعه عشان الولد البريء التاني. ان شاء الله، مع السلامه. تفضل اقعد. تفضل. قبل ما نفتح المحضر تحب ندردش مع بعض شوية؟ ندردش شوية. اسمك ايه؟ سمير. سمير حسن عبد الرحيم. تشتغل ايه يا سمير؟ بشتغل موظف. يعني حكومة بشتغل ايه؟ ما هو كل الناس موظفين في الحكومة زي حضرتك. مش حضرتك موظف في الحكومة؟ أنا كمان كنت موظف في الحكومة. أيوة أيوة، أنا قصدي نوع الوظيفة. كنت مهندس كهرباء. طيب أنت قتلت الست دي؟ أيوة قتلتها، أنا اللي قتلتها، دبحتها وشربت من دمها. خينة. اصلا انا كنت بحبها. كان عندها كم سنة؟ كانت عجوزة. مش شايف انها مسألة غريبة ان شاب زيك يحب واحدة عجوزة؟ ما انا اصلا كنت بحبها عشان فلوسها. فلوسها وقتلتها لما لقيت مفيش منها فايدة. هي كان اسمها ايه؟ روحية. انت متأكد من الاسم؟ طبعا متأكد. بس القتيلة ما كانش اسمها روحية، القتيلة كان اسمها فتحية. انت هتعمل ايه؟ انت هتضرب؟ انا مش هضرب يا ابني، لكن قولي انت مين وحكايتك ايه؟ انت لا تعرف القتيلة ولا قتلتها. لا قتلتها. قتلتها؟ ما قتلتهاش وما تعرفهاش كمان. انت بريء، اخرج مع السلامة. يا بني انا مش بريئة، انا قتلتها. ارحمني، ده انا قاتل. خلصني بالعذاب اللي انا فيه، انا القاتل.
طيب لو قلت لي الحقيقة هريحك. انت متعرفش القتيلة ولا قتلتها صح؟ ايوه صح. طب ليه بتقول انك قتلتها؟ يا بيعمل معروف. خمس سنين في العذاب، خمس سنين في المعتقل، خلاص بقى مش قادر استحمل. ده السجن بتاع القوادين والقتلة وتجار الحشيش جنة بالنسبة للمعتقل. لكن اعترافك على نفسك بالباطل كان ممكن يسلمك لحبل المشنقة. كنت هستريح، كنت هستريح من اللي انا فيه. افتح المحضر اسماعيل. على كده انت معتقل سياسي؟ منه لله طلعت مرجان. حازم بيه خلصت القضية مش كده؟ بلغني ان البوليس قبض على القاتل الحقيقي وانه وصلك واخليت سبيله. ليه؟ من ايام ما كنت في سنة اولى حقوق وانا ما اعرفش غير العدل. اذا كنت انت ظالم فدي حاجة تخصك انت، لكن انا لا، لا يمكن اشاركك اي ظلم. وبقيت لي ضحية من ضحاياك اعترف زور بالتهمة؟ والمسكين فرحان عشان هيهرب من عذاب لعذاب اخف شوية. مش انا طلعت بيه. انت ازاي تكلمني بالطريقة دي؟ انت مش عارف انك ممكن تخرج من مكتبي على هناك؟ عارف، بس عارف كمان انك مش هتقدر. عاد العزام برا هربان، فضيحتك وفضيح الدرية في ايده، وعادل حريص علي قوي. اسمع طلعت بيه، العدالة عايزة شهادة المدام قدام المحكمة، عايزة القاتل الحقيقي مش واحد زي اللي انت بعتهولي. لحظة يا أستاذ حازم، ما بلاش انت، ممكن حد غيرك يتولى القضية عشان تبقى طبيخ. انا بقول عشان تستريح. انت ليك اخت في الجامعة مش كده؟ مالك ومال اختي؟ ابدا، بس احيانا بتجينا تقرير عن بعض الناس، والتقرير دي ساعات بتبقى مضرة. اعمل اللي تعمله، انا مش هسيب القضية دي الا وانا ميت. مش بعيد اموت على ايديك. الحرب بدأت يا حازم، لكن المهم انه بعد الطلقة الاولى الجندي ما يخافش من العدو، ويمكن يقدر يعرفه على حياته. طلعت مرجان ما بقاش يخوف زي الأول. إيه اللي جرالك يا طلعت يا مرجان؟ حتة واد بتاع مزيكا يهزك؟ لا مش هو ده. أمال إيه؟ حبك لدرية؟ اللي زي لازم يقتل الحب في قلبه حتى لو قتل دورية نفسها. وحازم، حازم المغربي، حازم هو العدو الحقيقي، واللي يقدر يحدد عدوه يقدر يكسب المعركة. بس المشكلة انه طراز غريب. الناس فاكرة اني دايما بنتصر عليهم، ابدا، دول هم اللي بيهزموا نفسهم، الخوف اللي جواهم بيهزمهم. حازم ما بيخافش، لكن لازم يخاف، لازم. أماني. عادل، عادل، أنا جيت علشان ننفذ وعد الحازم بيه. أنت مجنون، البيت أكيد مترقب. لكن طلعت عمر ما هشك إن حاجة هنا. عموما أنا ماشي حالا، أنا جاي أقولك على مكان عشان لو حبيت تشوفيني. فين؟ ساعات الواحد يحن لحضن أمه حتى لو كانت ميتة، وأنا مستخبي هناك. هجيلك يا عادل بالليل، بالنهار لا،
بس خليكي صاحيه وخدي بالك من اللي وراكي. ايه العنوان اهو؟ هاجي لك يا عادل. خير يا بيه؟ سليمة؟ الحمد لله. عالم مستهترة فعلا. انت شفت النمرة؟ للأسف العربية ما عليهاش نمر. ألو، اديني رئيس التحرير لو سمحت. قول له حازم المغربي رئيس نيابة. ده تهريج، البلد بقى فوضى. فين الرقابة؟ اتصلت برئيس التحرير المجنون ده؟ أيوة يا فندم. هو مش عارف أنا مين؟ الرقابة، الرقابة صرحت يا فندم. بقى كده تبقى معلوماتي صح يا سعيد. معركة كبيرة هتبدأ، ما كانتش بدأت فعلا. سعيد، احنا قدامنا شغل كتير، وعشان كده حكاية حازم المغربي دي لازم تخلص وبسرعة يا سعيد. حاضر يا فندم. سعيد. أيوة فندم. إيه أخبار أماني المغربي؟ أماني. أنا آسف، المكان مش مناسب علشان أتقابل فيه، لكن يمكن يكون مناسب علشاني. مش عارف ليه بحس في المكان ده بالأمان. يمكن عشان في المكان ده محدش بيسمع ولا بيتكلم. يمكن لأنه المكان الوحيد اللي فيه الحقيقة اللي ما تخوفش أبدا. انت بقيت فيلسوف قوي. صحيح يا أماني، هنا محدش خايف من حد، محدش بيجري، محدش بيطارد حد. هنا الموت اللي كلنا خايفين منه، مع إنه الحقيقة الوحيدة في حياتنا. الحياة أحلى من الموت يا عادل. أنا مش شايف قدامي إلا الموت، ما عادش يفرق عندي إن أكون في البلد وسط الناس أو هنا وسط الأموات. الموت جوايا على طول. في ناس عايزاك تعيش. ناس؟ أي ناس؟ طلعت مرجان؟ أنا يا عادل. أنتي؟ أيوة. لازم تعيش. ليه عاوزاني أعيش؟ لأنك لو مت هتموت معاك حاجات كتير أنا مؤمنة بيها. طب وأنا؟ أنا بالنسبة لك إيه يا أماني؟ كل الحاجات. ساعات كتير لما بيأس وافكر في الموت بشوفك فجأة قدامي، بحس لحظتها انه لا لسه في امل. اماني، تفتكر واحد زي وفي ظروف زي دي ممكن يحب؟ ايه ده؟ حد كان مراقبك يا اماني؟ مش عارفه. اهرب بسرعه يا ابني، دي الظاهر كبسه. اهرب بسرعه يا عادل. طب وانتي؟ مالكش دعوه بيا، اهرب اهرب. انتي يا بنتي اجري من السكه دي، اجري. ايه زفتاوي، في ايه؟ طلعت بيه طلبك عنده حالا. دلوقتي؟ حالا، والعربيه بره. طيب. امال فين العربيه؟ حالا. Thank you.
طلعت بيه عاوز يخلص علينا كلنا. احنا لازم نهرب. بعدين هقول لك. تقدري تجري؟ حاول. طب يلا بينا بسرعه. يلا. فين اماني؟ اماني المغربي؟ فين اماني؟ هو جرى ايه؟ مالها اماني؟ اماني اختفت يا طلعت بيه. البوليس جهة اختصاص، ساعدتك تبلغ البوليس. بلغت البوليس ومباحث وسألت المستشفيات وكل جهة ممكن تكون فيها. ما فضلش الا انت. انا ماليش دخل بالمسائل دي. فين امان يا طلعت بيه؟ اهدى يا استاذ حازم، المواقف اللي زي دي عايزة هدوء. نفكر سوا بهدوء عشان نوصل لحل. يعني انت عارف يا فين؟ انا اللي عايز اعرفه حاجة واحدة بس، ايه علاقة اختك بالوادي المجرم الهربان عادل عزام؟ يبقى انت اللي ايه؟ ارجوك بلاش نلعب مع بعض لعبة الذكاء، اصلها خطيرة اوي يا حازم بيه. اختك اعترفت انك كنت متستر على مجرم هارب، وانك كنت مخبيه عندك في فيلا العيلة في حلوان، وطبعا بصفتك رئيس نيابة تعلم ان ده غير قانوني. اماني اعترفت لمين يا طلعت بيه؟ مش هي دي القضية. الاعتراف مكتوب ومسجل وفي ثواني يكون في ايد البوليس، قصدي جهة الاختصاص. ده اذا ما فين اماني؟ اماني بخير وحتشوفها. بس قبل كده ننهي الموضوع ده بقى. يعني ايه؟ عادل عزام يسلم نفسه، وحكايه الجواب اللي بعتهولك ده مفيش داعي له، وسيادتك تسيب القضيه، ويا دار ما دخلك شر. فين اماني يا طلعت؟ أمان عملتوا فيها ايه يا مجرمين يا سفلة؟ ولا حاجة، تلاقي بس اعصابها تعبانة شوية، بكرة تروق وتبقى عالي. أماني أماني أماني، تقدر تاخد اختك وتروح يا حازم بيه، بس بكرة الصبح انا في انتظار ردك، وبكرة غير النهاردة. جمهورية جمهورية اقرا جمهورية، اخبار مهمة يا بيه. جمهورية جمهورية. أخبار مهمة لمين؟ كل حاجة انتهت يا حازم، الموج عالي قوي، الموج هيغرقنا كلنا. كفاية اللي ضاع، كفاية اللي حصل لحد الوقت. مفيش أمان، مفيش قانون، مفيش عدالة. الموج العالي أقوى من كل شيء. حازم بيه، انا اضطريت استناك هنا لان وجودك مطلوب. انا عارف ضروري تيجي معايا دلوقتي لان في مفاجاه حصلت. ما عادش في مفاجات. بالعكس يا حازم بيه، الموقف اتغير. كلاب اغبيه، الرصاصة لما تطيش بتطول عمر واحد وبتأثر أعمار كتير. إيه؟ يعني إيه دورية ما ماتتش؟ يعني إيه هربت؟ يا كلاب!
انا هعرف ازاي اتصرف معكم. ايوه سعيد. ايه امتى؟ طيب انا جاي المكتب. عادل والمدام جم لحد عندنا وطلبوا يسلموا نفسهم، والمدام طالبه تدلي باقوالها. انا تحت امرك يا فندم، انا هعترف بكل شيء. حزمي خليه معاك. اكتب يا اسماعيل. ايه يا سعيد؟ ايه اللي حصل؟ كل شيء انتهى طلعت بيه. يعني ايه؟ في ناس منتظرين سعادتك جوه. ناس؟ انتوا مين؟ ومين اذن لكم تدخلوا مكتبي؟ سيادتك مطلوب تيجي معانا يا فندم. يعني ايه؟ اللي حصل انا ماليش دعوه بيه. دريه هي المسؤوله. احنا مش جايين هنا عشان كده يا فندم. امال جايين ليه؟ انا عايز افهم. لما تيجي معانا هتفهم كل شيء. افهم كده انه اعتقال؟ الكلمه دي اتغيرت يا فندم، في امر بالقبض عليك. امر؟ امر قانوني. وما تخافش، النهارده يا سيد طلعت مش زي امبارح. حضرات المستشارين، تلك هي كافة التفاصيل، تفاصيل القضية أو تفاصيل المهزلة، وها هي ذي الشاهدة أمامكم، وأمامكم أيضا عادل عزام المتهم البريء. ويكفيني دليلا على براءة عادل اعتراف السيدة درية خطاب أمام عدالتكم، إن حكمكم العادل في هذه القضية لن يكون تبريئا لساحة المتهم، لكنه سيكون انتصارا للعدالة نسيانة القانون. مبروك يا عادل. مبروك يا عادل. الله يبارك فيك.